طريقة سهلة كثير. تمام، هسا احنا هيك خلصنا من المش من الروح، بنكون احنا هيك خلصنا اصلا شابتر رقم 3. نروح لشابتر رقم 4. شابتر 4 راح نحكي عن ايش؟ نظريات في السيركت. شابتر 4 سيركت ثيوري. عندي انا نظريات في مادة السيركت عشان احل الدارة او عشان ابسط الدارة. عندي اول اشي، اول نظرية راح تكون ايش؟ سوبر بوزيشن. هاي اول واحدة. رقم 2، تمام، اصلا راح نتوسع فيهم واحدة واحدة ونشرح شو تساوي كل واحدة وكيف بدنا نحل عن عليها، ماشي. بعدين راح نروح على سورس ترانس فورميشن، كيف نحول مصادر الجهد او مصادر التيار. بعدين راح نروح على ثيفينين ايكويفالنت. بعدين راح نروح على ايش؟ نورتون. هنا بيجي ثيفينين ونورتون مع بعض، تمام. وبعديها شو ضل نظريات اصلا؟ الماكسيموم باور. هذول هن اتوقع النظريات. بس هذول النظريات، تمام. اذا انا كم نظرية عندي؟ 1 2 3 4 5 نظريات. راح نشوف كل واحدة وكيف نحل عليها، تمام. نظرية رقم 1، نبلش بأول نظرية. أول نظرية اللي هي سوبر بوزيشن. سوبر بوزيشن شو يعني سوبر بوزيشن؟ انه انا بقدر احلل الدارة عن طريق اكثر من دارة، مجموعهم بيعطيني الجواب او الناتج تاعي. يعني لو كان فرضا انا عندي هون مصدر، تمام، مع مقاومة، كان عندي انا هون مقاومة وعندي هون مقاومة مع مصدر، ماشي. في هاي الحالة انا فرضا بدي احسب التيار المارق بهذا الفرع بهذا البرانش، ماشي. بقدر اني في حالة السوبر بوزيشن انه بحكي لي بقدر الغي مصدر، الغي كامل، ماشي، واشتغل على مصدر واحد، فبطلع قيمة التيار الماركة هون، ماشي. هيك بكون انا خلصت؟ لا، ما بكون هيك انا خلصت الحل. فشو برجع بعمل؟ برجع بمسك المصدر الثاني وبلغيه وبشتغل على انه مصدر، هذا المصدر هو المصدر الوحيد الموجود عندي. اذا مرة بشتغل على هاد ومرة بشتغل على هاد، مرة بطلع قيمة التيار من هون، مرة بطلع قيمة التيار من هون، ماشي. مجموعهم راح يكون ايش؟ عبارة عن التيار الاصلا مارق هون منهم اثنين، ماشي. اتوقع هيك ايش؟ واضحة، وضحت. هسا في بحكي لي انه عندي مصدر الجهد، ماشي. بصير لما بدي الغيه، كيف بلغي الجهد انا؟ بصير شورت سيركت. يعني ايش شورت سيركت؟ يعني ايش؟ خط. اذا عشان الغي انا مصدر الجهد هاد، بعمل ايش؟ شورت سيركت، خط هيك عشان تروح الفولتية، ماشي. اما مصدر، لو كان انا عندي فرضا مصدر تيار، فعشان الغيه فشو بصير؟ open circuit، بصير ايش؟ في قطع في السلك.
إذا صار في قطع في السلك فبالتالي ما في عندي تيار I يساوي صفر، أما إذا كان أنا عندي سلك كامل فاضي هيك ف V تساوي صفر. طيب ناخذ مثال، ناخذ مثال رقم فرضا هذا المثال، شوف هذا المثال، كان أنا عندي هون مصدر تيار قيمته 4 وعندي هون مقاومة 40، مقاومة 10، مقاومة 12، ومصدر 15. ايش قال لي؟ وقال لي انه في انا عندي هون، قال لي اي اكس، هسا اي اكس اللي هون مش انه عندي مصدر معتمد، لا هو قايل لي انه في هون تيار اسمه اي اكس، تمام. تيار الاي اكس هذا طالب مني اني احسبه، بس انا كيف بدي احسبه؟ هسا بقدر احل على النظريات اللي عندي انا مش، او بقدر احلها على النود، بس احنا عشان نشرح عن طريقة ثانية اسمها سوبر بوزيشن نحل على سوبر بوزيشن. السوبر بوزيشن ايش بحكي لي؟ انه مرة بدي اخلي هاد، اخلي هاد واحذف هاد، بعدين المرة الثانية بدي اخلي هاد واحذف هاد، واطلع كل مرة ايش اي اكس، يعني عدد المصادر او عدد مصادر الجهد والتيار الموجودة عندي هي بتحدد لي كم مرة لازم ايش احل المسألة او الدارة الموجودة عندي. يعني انا عندي هون مصدرين فبالتالي راح احل الدارة مرتين، ماشي. نبلش باول مرة راح اخلي مصدر الجهد واحذف مصدر التيار، لما اخلي مصدر الجهد راح تصير الدارة بهذا الشكل، هاي حتصير 15، المقاومة هاي 12، وهون 10، وهون 40. حكينا مصدر التيار عشان احذفه انا شو لازم اساوي؟ اخليه open circuit، فهيك صار ايش open circuit، هيك راح المصدر هون، يعني زي كأنه في عندي هون سلكين فاضيات فما بهتم لهم، ماشي، فبالتالي زي كأنهم مش موجودين، ماشي، زي كأنهم مش موجودين. صار عندي الدارة بهذا الشكل، فأنا بدي أحسب التيار الموجود إيش هون بهذا الفرع. هسا بصير أنا هسا أستخدم إيش الأشياء الموجودة عندي، أستخدم نود مش، أو أستخدم كيرشوف، أستخدم أشياء سهلة أنا بعرفها. راح أستخدم إنه شو راح أعمل أنا؟ بدي أحسب التيار هون، صح؟ هذا اي اكس وده أسميه برايم، لأنه مش هذا الاي اكس الكلي، ماشي، هذا جزء منه. هسا اي اكس برايم شو راح تساوي؟ لما انا اخذ هاي وهاي على التوازي، فبتصير انا عندي الدارة هون موجب سالب 15، وعندي هون 4 12، وعندي مقاومة هون ايش ناتج التوازي من 40 وايش 10. هسا ناتج التوازي بال40 وال10 شو راح يطلع عندي؟ المفروض يطلع عندي انا 8، اه 8، ماشي. هسا طلع عندي بالناتج هون ايش 8، صار التيار اللي بدي احسبه انا هون هاي اي اكس. هسا عشان احسب انا التيار اي اكس بحكي اي اكس برايم، اي اكس برايم شو راح يساوي؟ راح يساوي عندي مجموع الفولتيات عندي، عندي 15 على مجموع المقاومات اللي هن ايش 20، ف15 على 20 ماشي، 15 على 20 شو راح يطلع عندي؟ 15 على 20 راح يطلع عندي، لا استنى شوي، هاي مش اي اكس، اسف اسف، اي الكلي اللي هو هاي ايش حتصير؟ اي توتال، اه اسف، اي توتال اللي هي الاي الكلية المارقة في كل الدارة راح تطلع عندي هي 15 على 20، ف15 على 20 هي عبارة عن 0.7
خمسة أمبير. التيار الكلي مش هذا اللي مارق هون. التيار الكلي قديش؟ 0.75. هسا أنا بدي أحسب التيار اللي هون، بالتالي على أي قانون؟ على قانون اللي حكينا عنه أول مرة، اللي هو إيش؟ current divider rule. بحكي 0.75 I x prime يساوي 0.75 مضروبة في الأربعين على 40 زائد 10، بطلع معي I x prime 0.6 أمبير. هسا أنا ما طلعت ال I x لسه الكلية، طلعت بس إيش؟ I x prime. ماشي، هسا بدنا نحل إيش؟ I x إيش؟ دبل برايم، اللي هي أخلي مصدر التيار، هي خليت مصدر التيار قيمته 4، وهي 40، وهي 10، وهون هسا هون 12، بالتالي هسا مصدر الجهد راح يصير شورت سيركت، يعني بس خط زي هيك. صار أنا عندي هاي الدارة بهذا الشكل، وبدي أحسب التيار اللي مارق بهاد الفرع اللي هون. شو بعمل؟ باخد الاثناش، ماشي، شو بعمل هون؟ باخد الاثناش والعشرة، باخد الاثناش مع الأربعين، ناخد الاثناش مع الأربعين توازي، وبخلي العشرة. فبتصير أنا عندي هيك هن 4 أمبير، هان عندي العشرة تاعتي خليها ما بصيبها، وإيش باخد ناتج 10 مع 12 مع 40، ناتج توازي 12 مع 40 بطلع 9.23، وهون عندي 10 وهون عندي 4. فبالتالي إيش بستخدم القاعدة تاعتي؟ إيش هي؟ إنه I X دبل برايم عندي على current divider rule، راح احط هون سالب 4. بدنا ننتبه انه اتجاه التيار كيف؟ بهذا الشكل لتحت، ماشي هيك. فبالتالي لما يجي هون راح يطلع هيك، فبالتالي راح يكون عكس هذا التيار، عشان هيك انا حطيت سالب. سالب 4 مضروبة في المقاومة الثانية 9.23 على 9.23 زائد 10، كم بطلع معي؟ سالب 1.92 أمبير. هسا أنا شو صار عندي؟ صار عندي تيارين I X دبل برايم و I X برايم. هسا I X الكلية راح تكون عبارة عن I X برايم زائد I X دبل برايم. I X برايم اللي عندي 0.6، I X دبل برايم عندي سالب 1.92. إذا اي اكس كم تساوي؟ سالب 1.32 أمبير، والسالب بدل إنه إيش؟ عكس الاتجاه المفروض. هاي أول إيش؟ أول نظرية اللي هي إيش؟ سوبر بوزيشن، ألغي إشي وأخلي إشي. تمام. النظرية الثانية، هاي النظرية سهلة كثير وكثير بنستفيد منها في الحل، ماشي، اللي هي ايش؟ source transformation. سورس ترانسفورميشن يعني عملية عشان أبسط الدارة. وإيش كيف ببسط هاي الدارة؟ إنه بحول مصدر الجهد لمصدر تيار مكافئ، أو العكس، إنه أحول مصدر التيار إلى مصدر جهد مكافئ. ماشي، هسا لما أحول مصدر جهد، لما أجي بدي لو كان فرضا أنا عندي مصدر جهد ومقاوم على التوالي، هسا عشان احول هاي الصيغة، هاي V هاي R، هاي الصيغة بقدر اني احولها لصيغة مصدر تيار
ومقاومة على التوازي. إذا أول شرط يكون عندي أنا إنه يكون مصدر الجهد مربوط مع المقاومة على التوالي، عشان أحولها مصدر تيار مربوط مع المقاومة على التوالي. هسا المقاومة قيمتها ما بتتغير، التيار راح يكون عبارة عن V على R، V اللي هي فولتية اللي موجودة هون على البطارية، و R اللي هي مقاومة اللي هون. تمام، هيك أنا حولت من مصدر، هيك أنا بحول من مصدر جهد لمصدر إيش؟ تيار. بنفس الطريقة لو كان أنا عندي مصدر تيار لازم يكون مقاومة على التوازي، يعني بهذا الشكل كان عندي أيضا تيار وآر، بقدر أحوله لمقاومة مصدر جهد بيكونوا إيش على التوالي. بدنا ننتبه إنه البطارية هي موجب وهي سالب، بالتالي رأس اتجاه التيار راح يكون مع الموجب. ماشي، يعني إذا كانت هيك البطارية راح تكون كيف؟ سالب موجب. لو كان هيك البطارية راح تكون موجب سالب بهذا الشكل، هاي راح تكون هيك. ماشي، هاي هي النظرية. شو بستفيد منها؟ بستفيد منها هون، يعني فرضا مثال كان أنا عندي هان 2 أمبير، كان عندي هون 5، قبله هون في 5، هون 4، 10، هون موجب سالب هي 20، 10، هاي 5. تمام، كانت أنا عندي هاي المسألة وبدي استخدم السورس ترانسفورميشن عشان ايش؟ احلها او ابسطها بطريقة ابسط. يعني هاي مصدر ايش؟ تيار، ومعاي مقاومة على التوازي موصولة معه على التوازي، فبقدر احكي احولهن لمصدر جهد، بس بنتبه كيف اتجاه البطارية، السهم لتحت اذا سالب لفوق موجب تحت. قيمة البطارية هاي راح تكون عبارة عن المقاومة هاي مضروبة في التيار، مضروبة فيها، إذا البطارية هي راح تكون إيش؟ 10 فولت. ماشي، موصولة مع إيش؟ مع مقاومة إيش؟ على التوالي 5 اللي هي هاي المقاومة، وفي أصلا عندي 5، فبالتالي في كمان واحدة هون 5. ماشي، وعندي هون 4 وهون 10، وعندي مصدر جهد، صارت الدارة عندي بهذا الشكل. هسا أنا عندي هون، هسا نروح شو بنعمل كمان، هاي في عندي كمان تحويل، هاي أنا عندي مصدر جهد مع مقاومة على التوالي، فإيش بقدر أحولهم إلى مصدر تيار ومقاومة على إيش؟ على التوازي. فبحكي إنه هاي السالب موجب 10 بضل زي ما هي، وهون في عندي 10 أوم، وعندي هون 4. هسه هاي راح تصير عبارة عن 10، هاي المقاومة تظل نفس ما هي تاع التوازي، مصدر التيار راح يكون بهذا الشكل لفوق. ماشي، وقيمة التيار هي عبارة عن الفولتية مقسومة على ايش؟ الار. اذا 2 على 10، اذا 0.2، ما 2 على شو اسمه، اسف، هاي 20. ماشي، في على ار، 20 على 10، اذا هان ايش؟ 2 امبير. هاي وهاي عبارة عن ايش؟ توازي، فبحلهم على التوازي، بحكي 4 في 10 40، على مجموعهم 14، 40 على 14. ماشي، صار انا عندي هان ايش؟ مصدر 40، صار انا عندي هون مصدر جهد بطارية 10 ومقاومة 10، 40 على 14، وعندي هون مصدر تيار. هسه هاد مصدر تيار قيمته 2، وعندي هون ايش؟ مقاومة. هسه هاي المقاومة مصدر تيار بقدر احولهم على التوالي، اذا ايش بتصير؟ وعندي مصدر جهد، فبصير انا عندي هون في عندي بس بطارية واحدة قيمتها، عندي بطارية واحدة موجب سالب قيمتها عبارة عن 2 في 40
على 14. ماشي، ما راح أطلع الأرقام يعني، بس إنه عشان تعرف فكرة. وعندي مقاومة 40 على 14، ومقاومة إيش؟ 10. حولت هاي مصدر التيار مع المقاومة على التوازي لمصدر جهد، مقاومة على التوالي. ماشي، وبصفى عندي أنا إيش؟ في عندي كمان هون بطارية 10. صفت المسألة من هاي الدارة المعقدة لهاي الدارة البسيطة في لوب واحد، بستخدم يعني كيرشوف أسهل إشي. تمام، هاي هي نظرية رقم 2. نظرية سهلة ويعني مهمة في نفس الوقت. تمام، نروح هسه لنظرية رقم 3، وهي من أهم النظريات الموجودة عندي في مادة سيركت 1، تجيني بسيركت 2 وكمان لقدام في جميع مواد التخصص، اللي هي ثيفينين. ثيفينين إيكويفالنت. دائرة ثيفينين المكافئة. دائرة ثيفينين المكافئة بتحكي لي انه انا لو كان عندي دارة معقدة، هاي دارة معقدة، تمام، بقدر احولها ل مصدر ومقاومة. يعني كل هاي الدارة المعقدة ما بهمني شو في جواتها كاملة، يعني ان شاء الله تكون 100 مقاومة مع 100 مصدر جهد، 100 مصدر تيار، اي اشي، ما بقدر احولها لا في ثيفينين مصدر بطارية اسمها في ثيفينين ومقاومة واحدة ار ثيفينين. ماشي، بقدر احسب عليها ايش؟ الجهد. ماشي، وهاي موجب وهاي سالب. إذا فهمنا شو يعني ثيفينين ايكوفلنت، دائرة ثيفينين. دائرة ثيفينين في المكافئة يعني أنا عندي دارة معقدة بقدر أحولها لمصدر جهد ومقاومة على التوالي. طيب، عندي في حالة ثيفينين، تمام، عندي 3 حالات. حالة رقم واحد انه يكون انا عندي في الدارة بس مصادر غير معتمدة، هاي حالة رقم واحد. تمام، طبعا انا ننتبه لكل حالة لانه في 3 حالات بيختلف معي الحل. ماشي، انا عندي مصادر بس غير معتمدة، يعني انا عندي يا عندي مصدر تيار او مصدر جهد زي هيك في الدارة كاملة، ما بهمني كم عددهم. ماشي، بس انا عندي بس بكون عندي مصادر غير معتمدة. عشان اول اشي بدي اطلع شغلتين، انا اول اشي ار ثيفينين، بدي اطلع ار ثيفينين وايش بدي اطلع في ثيفينين. عشان اطلع ار ثيفينين بحول، عشان اطلع ار ثيفينين اول خطوة بعملها بحول مصادر الجهد زي ما حكينا ايش شورت سيرك. 2، بحول مصادر او مصادر تيار اوبن سيرك. ماشي، 3، بحسب ايش؟ بحسب ار ثيفن. ماشي، هيك انا بطلع ايش؟ ار ثيفن. اذا عشان اطلع ار ثيفن اول شي بحول مصادر الجهد مصادر التيار، وبعدين ايش؟ بحسب المصدر. هسه عشان احسب في ثيفن راح اعلمكم ايش طريقة سهلة. ماشي، في ثيفن هي عبارة عن الجهد بين ايش؟ بين طرفي
بين طرفي المطلوب إيجاد الجهد عنده. كيف يعني؟ يعني هو قال لي بدي فرضا الفولتية هون على المقاومة هاي، تمام؟ فهاي ايش حتكون في ثفنة، ماشي؟ ما بتكون على التوازي معها، فبالتالي فولتية هاي المقاومة هي نفسها فولتية في ثفنة. هسا راح نشرحها في مثال عشان توضح معاكم، بس احنا بدنا نحفظ هاي الحالات، لازم اكتب لكم اياها، ماشي؟ فرضا ناخذ مثال بسيط. فرضا انا كان عندي هاي الدارة، هان 20 وهان 40 10 موجب سالب 40 ومصدر التيار هاد 3 أمبير، ماشي؟ وهاي أنا عندي هون إيش؟ في ثيفينين، موجب سالب. طيب هسا ايش بتطلع؟ اول اشي شو بدي احسب انا عشان اطلع ار ثيفينين وار ايكوفالنت؟ شو بيقول لي السؤال؟ find the ثيفينين ايكوفالنت at terminal a b. يعني انا عندي هذا الترمينال a b وبدي اوجد ايش؟ في ثيفينين، ار ثيفينين وفي ثيفينين. عشان اطلع ار ثيفينين اول شي بطلع الدارة، الدارة ايش في اي حالة؟ انا في الحالة رقم 1، ليش؟ عندي بس مصادر ايش؟ غير معتمدة. فعشان احل لازم اطلع اول شي ايش؟ ار ثيفينين. ار ثيفينين كيف بطلعها؟ حكينا مصدر الجهد بعمله شو، بعمله شورت سيركت، مصدر التيار بعمله ايش؟ اوبن سيركت. كيف صارت عندي الدارة؟ انا صارت عندي الدارة بهذا الشكل، 20، تمام، وعندي هون 40، وعندي هون 10، موجب سالب. هسا الار ثيفينين، تمام، بطلع عليها انا من هون، بنتبه انا من وين بطلع عليها؟ من هون، ماشي؟ اوقات ما بتكون هي نفسها ار ايكوفالنت. ار ايكوفالنت بدنا ننتبه لشغلة، ار ايكوفالنت مش نفسها ار ثيفن، لانه في اوقات مش شرط اطلع انا ار شو اسمه ار ايكوفالنت عشان تكون ار ثيفن، ماشي؟ بطلع عليها من هذا الاتجاه، من عند التيرمينال اللي محدد لي اياهم، يعني من هون A B بطلع من عندهم على المقاومة. في هاي الحالة أنا عندي هاي 20، بعدين عندي هاي 40، صار في تفرع. إذا 40 و10 كم على التوازي؟ 40 و10 موجودات معاي إيش؟ على التوازي، ماشي؟ وبجمع لهم إيش؟ 20، فبطلع معي 10 مع 40 توازي مع 20 توالي، بطلع معاي جواب 28. هسه هي صدفة انه ايش طلعت نفسها ار ايكوفالنت، بس مش دايما، بدنا ننتبه هذا الاشي، مش دايما، تمام؟ هاي ار ثيفينين. بالنسبة لفي ثيفينين، عشان اطلع في ثيفينين كيف بدي احسب في ثيفينين؟ هسه في ثيفينين بحسبها بالطرق اللي عندي، اللي هي نود ومش، بحسبها في اي طريقة ايش موجودة عندي. ففرضا لو استخدمت انا النود، تمام، لو استخدمت انا نود، كم نود موجود عندي؟ فرضا داخد انا نود رقم 1، ماشي؟ فشو بحكي انا؟ 40 او 40 ناقص في 1 على 10، 40 ناقص في 1 على 10، تمام، هي نفسها ايش؟ 3 زائد في 1 ناقص في ثيفينين 20 زائد في 1 على 20. نرجع شوي عشان نفهمك ايش في ثيفينين. هاي في ثيفينين هون، فانا شو اللي عملته؟ انا حكيت انه 40، انه في انا عندي هون ايش؟ مصدر جهد، تمام،
انسى انه هون في راحت، في هون مصدر جهد. هسا لما احسب في ثيفنن برجع برجعهم، ما بترجع هون في مصدر تيار، برجع هون وبرجع هون في بطارية. لما احسب ار ثيفنن بشيلهم، بس لما احسب في ثيفنن برجعهم. تمام، فايش حكى هو؟ انا عندي حكى انه ار بي ناقص في ون، هي افترض انه هون في عندي في ون، فحكيت 40 ناقص في ون على 10. ماشي، شوف تساوي عندي، شوفي عندي انا هون، عندي هون تيار 3 امبير طالع، ماشي هاي اول تيار طالع، وفي عندي انا ايش في كمان، في واحد ناقص في ثيفنن، انا عندي هون في ثيفنن ناشي على 20، وعندي في ون على ايش، هان الريفرنس اعتبرناها على 40. تمام، هاي اول معادلة. معادلة رقم 2، ماشي افترض انه عندي النود هاي، ماشي عندي النود هاي، شو فرض انا عندي، عندي تيار داخل وعندي ايش بس، هاي في ثيفنين ناقص في ون على 20 ويساوي ايش، 0. فبالتالي انا صار شوفي عندي معادلتين، معادلتين. هسا من هذول المعادلتين متغيرين بطلع ايش، في ثيفنين. تمام، هاي ايش الحالة رقم 1. الحالة رقم 2، الحالة الثانية يكون عندي انا ايش، مصادر معتمدة وغير معتمدة. يعني يكون انا عندي مصادر معتمدة وغير معتمدة مع بعض في نفس الدارة، يعني يكون عندي هيك وهيك. في نفس الدارة يكون عندي هذول الأشياء، مش شرط يعني يكونوا كلهم، بس إنه يكونوا موجودين. تمام، فبهاي الحالة عشان أطلع آر ثيفنين، ماشي عشان أطلع آر ثيفنين راح أعمل إيش، ما بقدر أعمل نفس الطريقة اللي عملتها قبل شوي. تمام، لأنه ما بقدر ألغي مصادر، وفي عندي أنا إيش، أشياء تعتمد عليها في الدارة. فعشان هيك عشان أطلع آر ثيفنين في هاي الحالة، ماشي المصادر، المصادر الغير معتمدة، الغير معتمدة، هسا المصادر الغير معتمدة بحولها، بحولها زي ما حولنا قبل شوي. تمام، أما المصادر المعتمدة، ماشي بخليها ما بصيبها. طيب شو بعمل بعدين؟ بحط بين طرفين الفي ثيفنين، ثلاث نضيف، نضيف عند الفي ثيفنين ايش بضيف انا، مصدر تيار او مصدر جهد، بضيف يا مصدر تيار، مصدر تيار 1 امبير، او بضيف مصدر جهد 1 فولت ايش على طرف ال V ثيفنين. تمام، وبحسب R عن طريق ايش، القانون V تساوي I في ايش، في R. هسه راح نوضحها. تمام، وال V ثيفنين ايش راح تكون، برضو هي ال شو اسمه، الفولتية على الأطراف. تمام، مثال نشوف شو في عندنا مثال هون. تمام، نشوف هذا المثال. فرضا أنا عندي فولتية هون AB، هاي الأطراف اللي عندي أنا، شو موصول مع هاي الأطراف؟ موصول عندي أنا إيش، 7 أوم. موصول تحتها هون عندي هون 1 أوم، وعندي هون إيش، 2 أوم، وهون في 3 أوم، 20،
في نوت على 2. ما شاء الله دوسية، يعني حاطة أسئلة كتير صعبة كبداية. يعني إيش في هون؟ 440. طيب وين الفي نوت؟ حطت لي إياها هون، موجب سالب في نوت. هون حاكي لي إنه هاي اي 3. هاي 200، هاي 220، مش 20. طيب شو قال لي اول؟ بده ايش الثيفنين ايكوفلنت؟ طيب هسا الفي ثيفنين شو راح تساوي؟ راح تساوي فولتيت 7 اوم. كيف عرفت انها فولتيت 7 اوم؟ لانها جاية معها على التوازي. يعني انا هاي الفي ثيفنين عندي على التوازي هي نفسها فولتيت ايش؟ 7 اوم الموجود عندي. فبالتالي اذا انا بطلع فولتيت 7 اوم زي كأني طلعت في ثيفنين. طب كيف بدي اطلع فولتيت الفي 7 اوم وانا عندي هاي الدارة؟ شو بستخدم؟ طريقة المش. مش احنا اخذنا المش انه انا بستخدمها في حال كان عندي انا اكثر من حلقة او مسار. انا عندي هون 3 مسارات، ليش ما استخدم مش؟ بستخدم المش، تمام؟ فبحكي انه هاي انا عندي حلقة الاولى اي 1، وهاي الحلقة الثانية اي 2، الحلقة الثالثة هاي اي 3، وطلع في للـ7 اوم، وهي نفسها ايش بتكون الفولتية بتاعت الفي ثمانية. فشو بحكي اول اشي انا؟ 5 في اي 1 ناقص 3 اي 2 ناقص 2 اي 3 يساوي 220. هاي اول واحدة. والاي 2 هي عبارة عن في نوت على 2. اي 2 ما ليش انا حكيت هيك؟ هذا مصدر تيار، فبالتالي التيار اللي مارق هون هو عبارة عن اي 2. اي 2 طب هذا مصدر معتمد، اذا هو عبارة عن في نوت على 2. التيار اللي مارق اللي هون هو عبارة عن في نوت على 2. طيب منه شو باجي بحكي؟ انه اي 2 تساوي 2 اي 1 ناقص 2 اي 3 على 2. طيب هسا الفي نوت احنا شوف الفي نوت هي عبارة عن 2 اي 1 ناقص 2 اي 3. شو بنيجي بنحكي هسا؟ انه اي 2 تساوي اي 1 ناقص اي 3 على اي قانون؟ على قانون ايش؟ كي سي ال، قانون كي سي ال. هسا رقم 3 بروح على اللوب رقم 3. اللوب رقم 3 بيحكي لي انه 10 اي 3 ناقص 2 اي 1 ناقص اي 2 شو بعطيني؟ 0. هاي 2 معادلة 2، وهي معادلة 3. صار عندي انا 3 معادلات 3 متغيرات، فبقدر اطلع ايش التيارات. انا اللي بيهمني فيهم ايش؟ تيار اي 3. اطلع اي 3 ليش؟ لانه الاي 3 هي اللي مارقه ايش في الـ7 اوم. فلما اضرب اي 3 ضرب 7 اوم راح يطلع معي ايش؟ فولتيه. هاي الفولتيه هي نفسها ايش؟ في ثيفنين. طيب هيك انا بكون طلعت ايش؟ في ثيفنين. هسه ايش بدي اعمل؟ بدي اطلع انا ايش؟ بدي اطلع الار ايش؟ ار ثيفنين. طلعت الفي، بدي اطلع الار. طبعا الفي دايما تطلعها اسهل من تطلع الار، يعني لانه بستخدم اشياء انا بكون عارفها اصلا دارسها. هسه عشان اطلع الار شو بعمل؟ عشان اطلع الار حكينا بفرض مصدر تيار او جهد محل الفي ثيفنين. انا مش كانت الفي ثيفنين هون، بفرض مصدر تيار او مصدر جهد مقداره يا 1 امبير يا 1 فولت. فراح افرض ايش؟ مصدر فولتية. انا شو احكي؟ احكي انه في عندي هون مصدر فولتية مقداره 1 فولت، ماشي، وهي سالب موجب، مش مهم الاقطاب، عادي يعني تحددهم زي ما بدك. طيب
هسا شو بدنا نيجي نعمل؟ باجي بطلع، عشان اطلع ال R شو بحسب؟ انا عندي الفولتية موجودة، V شو تساوي؟ I في R، وانا بدي احسب ال R والفولتية موجودة. اذا شو بضل علي؟ اني احسب ال I اللي مارق هون. اذا حسبت التيار اللي بمرق في هاد، في مصدر الجهد هاد، بالتالي انا ايش؟ حليت المسألة. ماشي. فعشان احسب التيار اللي مارق هون برضو ايش؟ بستخدم المعادلات اللي كان ايش اللي معي، ماش او نود او اي اشي اخدته او درسته. طيب انا ايش عندي هون؟ مصدر جهد، وعندي هون بحكي انه 5 I1 ناقص 3 I2 ناقص 2 I3 يساوي 0. هاي المعادلة رقم 1، وزي ما حكينا I2 هي V نوت على 2، فبالتالي 2 I1 ناقص 2 I3 على 2. ماشي. و I2 هي نفسها ايش؟ I1 ناقص I3. I2 تساوي I1 ناقص I3، هاي معادلة 2. وحكينا انه 10 I3 ناقص 2 I1 ماشي ناقص ايش؟ I2 ناقص 7 I4 تمام، شو يساوي؟ 0. هسا انا فرضت انه في عندي كمان، مش بدي احسب كمان تيار، فبالتالي انا في عندي كمان ايه؟ كمان لوب هون، هاي 4، هاي 4، يعني صار عندي ايش؟ لازم اطلع 4 معادلات. المعادلة الرابعة اللي هي 7 I4 ناقص 7 I3 شو يساوي؟ 1. بعوض I2 اللي هي نفسها I1 ناقص I3 في معادلة 3 وفي معادلة 1، فبصير أنا عندي 3 معادلات، فبطلع إيش؟ I4. أنا اللي بيهمني إيش؟ I4، صح؟ ما إحنا حكينا نحسب التيار لأنه الفولتية موجودة، والـ R بدي أحسبها. R إيش تساوي؟ V على I. هسا V هي عبارة عن 1، ليش؟ لأنه أنا فرضتها 1. I اللي هو عبارة عن I4 تمام، اللي هو التيار اللي مارك في مصدر الجهد، بيطلع معاي 3.08. فواحد على 3.08 هي عبارة عن ايش؟ R7. هاي ايش؟ الحالة رقم 2. نروح على الحالة رقم 3 تمام. الحالة رقم 3 بس يكون عندي مصادر معتمدة فقط، يكون عندي بس مصادر معتمدة في الدارة. هسه بالنسبة لي يكون عندي مصادر معتمدة فيها اشي سهل، انه يكون ال V Thevenin دايما دايما في هاي الحالة بيكون 0 تمام. هاي لازم ننتبه لها، انه ال V Thevenin تساوي 0 في حال كان عندي بس مصادر معتمدة فقط. اما ال R Thevenin فاني شو بعمل؟ زي ما حسبت في الطريقة اللي قبلها، اني حطيت مصدر ال R Thevenin، زي ما حطيت مصدر يا مصدر جهد تمام، او ايش؟ مصدر تيار، بحطه على اطراف ال V Thevenin، بحطه هون. طيب وايش؟ وبحسب التيار اللي مارق هون، بحسب التيار اللي بمرق في هاي المصدر الجهد او مصدر التيار اللي انا فرضته، وايش؟ وبحسبها. اذا ايش؟ حالة بسيطة وسهلة. عندي النظرية اللي بعدها نورتون. نظرية نورتون نظرية سهلة. ليش سهلة؟ لانه بتعتمد على ثيفنين. هسه نورتون هي عبارة عن دارة معقدة، وبحولها لمصدر تيار ومقاومة على التوازي. طب هذا الاشي ما بذكرني بشغلة اخدتها. هسه عشان احل على نورتون، اذا طلب نورتون بعمل اول اشي بحل على ثيفنين. ثيفنين بيحكي لي مصدر جهد ومقاومة
متوالي. بالتالي ليش ما أنا أحل على ثيفينين، بحل على ثيفينين بعدين بستخدم إيش سورس ترانسفور، صح؟ يعني لو أنا بحل على عشان ما أحفظ قوانين لنورتون وقوانين لثيفينين وأطول بحل على ثيفينين عادي، يعني ما بحل، يعني ما بستصعب ولا إشي، بحل على ثيفينين عادي، مش بطلع ار ثيفينين حسب أي حالة عندي، وعندي في ثيفينين، صح؟ هسا هاي بقدر إني أحولها ل مقاومة ار وإيش والتيار. هسا هذا التيار بنسميه اي نورتون. هسا هاي هي ايش النورتون، تمام، وهاي الثيفنن. فانا شو بعمل، بحل على ثيفنن وبعدين ايش بعمل سورس ترانسفورم، محولها عبارة عن تيار ومقاومة على ايش التوازي. اذا ثيفنن ونورتون مرتبطات ببعض. هسا اخر اشي او اخر موضوع عنا اللي هو ماكسيمم باور. في الماكسيمم باور هسا انا مش اخدت الثيفينين، مرتبطة بالثيفينين هي برضو، عند الثيفينين بحط هون ار ثيفينين، وعندي هون موجب سالب، هون في ثيفينين، على اطراف الفي ثيفينين بحط اشي اسمه ار لود. ار لود اللي هي بسميه الحمل، الهدف منها اني احصل على اعلى باور. اعلى ايش باور، كيف بدي اقدر احصل على اعلى باور بهاي، او كيف انقل اعلى باور هون على اطراف. ليش؟ لانه انا لما باجي بدي اطلع من هاي الدارة كلها، باجي بحط فرضا هون بدي احط مصباح، او بدي احط اي ايش اي حمل كهربائي، تمام، فلازم احصل على باور عالي على الاطراف هون، تمام. فكيف لازم احصل عليه؟ بحكي انه انا بعرف انه الباور يساوي اي تربيع في ار لود، صح ولا لا؟ اي تربيع في ار لود. هسه الاي تربيع كيف بقدر احسب الاي؟ الاي هي عبارة عن في ثيفينين على ار لود زائد ار ثيفينين، تمام. هاي عبارة عن التيار وتربيع مضروبة في R load. طيب لما اخذ هاي بي، نركز هسا، لما اخذ المشتقة بالنسبة ل R load، مشتقة بالنسبة لايش ل R load، DR load، بدي اشتق الباور بالنسبة لايش لارلود. هسا الفي ثيفينين تربيع هو عبارة عن ثابت، فبالتالي بيطلع لبرا، وانا عندي مشتقة ايش، مشتقة قسمة، فبحكي انه المقام ناقص مشتقة البسط ناقص البسط ومشتقة المقام على المقام تربيع. فايش بصير معي انا؟ ار ثيفينين ناقص ار لود او زائد قوة اربعة، ماشي، و R ثيفينين زائد R لود. هذا الاشتقاق اوقات بطلبوه حسب الدكتور اللي بدرسه، ناقص 2 R لود في R ثيفينين زائد R لود. طيب هيك انا اشتقيت. هسا لما المشتقة تساوي صفر بتكون بي ماكسيمم. مش اخذنا احنا في الرياضيات في أيام التوجيه إنه لما تكون المشتقة صفر بيكون إيش أعلى قيمة؟ ف دي بي على دي آر إل يساوي صفر، شو بيكون؟ بي ماكس. طيب بدي أساوي المشتقة بصفر، فبالتالي أنا إيش بيهمني أنا؟ البسط. لما أساوي المشتقة بصفر فبالتالي بيهمني البسط، المقام ما بيهمني. بحكي آر ثيفينين زائد ار لود الكل تربيع ناقص ار لود مضروب في 2 ار ثيفينين زائد ار لود،
ويساوي صفر. هسه ار ثيفنين تربيع زائد اثنين ار ثيفنين ار لود، افكها، زائد ار لود تربيع ناقص اثنين ار ثيفنين ار لود ناقص اثنين ار لود تربيع، ماشي، ويساوي صفر. هسه ايش بتروح؟ انا عندي هاي، هاي بتروح وهاي بتروح مع هاي. لما تروح هاي مع هاي شو راح يضل عندي انا؟ عندي ناقص اثنين ار، فبالتالي ار ثيفنين تربيع يساوي ار لود تربيع، ومنه ار ثيفنين تساوي ار لود. يعني في حال كان عندي انا ار ثيفنين تساوي ار لود، بكون انا عندي القيمة العظمى للباور، فبقدر احكي انه البي مش كانت تساوي في ثيفنين تربيع في ار لود على ايش؟ اثنين ار لود تربيع. مش كانت هون ار ثيفنين، مش كانت هون ار ثيفنين زائد ار لود، بقدر احكي انه ار لود لما مش نفس ار ثيفنين، بتصير اثنين ار لود تربيع، منه بتصير في ثيفنين تربيع على اربعة ار لود. اذا بي ماكس، متى بطلع بي ماكس؟ لما على هذا القانون. كيف طلعت هذا القانون؟ من الاشتقاق اللي قبل. تمام. هسا قيمة الار لود بتكون دايما، تمام، معطاه في ايش؟ في السؤال، بيكون دايما معطاه في السؤال. مثال عليها انه بيكون هو فرضا معطيك هون ار ثيفنين وفي ثيفنين، او ما بيكون معطيك، بيكون معطيك دارة معقدة بعدين بالاخير بيجي بيحسب لك احسب بي ماكس، ماشي. فرضا هون حكى 10 وهون حكى 5 لنفرض يعني احنا هيك، وقال لك انه هون ار لود، ار لود 2 اوم، فانت وقال لك احسب البي ماكس، فبتحكي انه البي تساوي في ثيفنين تربيع يعني 5 تربيع على 4 مضروبة في ايش؟ في ار لود في 2. اذا الار ثيفنين في بي ماكس ما بتهمني، ماشي، بتحكي انه 25 على 8. هيك احنا بنكون ايش؟ خلصنا فيديوهات مادة المد. يعطيكم العافية.